مرحبا. من الطبيعي إنه نشوف بعض الأسماء التاريخية حاضرة بثقافتنا بسبب تأثيرها الكبير بمكان وزمان معين، مثل زنوبيا مثلاً. بس من غير الطبيعي إنه يكون من بين أعلامنا ومشاهيرنا أسماء أخذت شهرة كبيرة بالعالم بس ما لها معروفة بعالمنا. ومن هالأسماء هي أربع أميرات سوريات حكموا الإمبراطورية الرومانية. أول أميرة ويلي سبقت الباقي وفتحت لهم باب حكم الإمبراطورية هي جوليا دومنا، يلي طلعت من حمص، مدينتها يلي انولدت وتربت فيها، لروما سنة 173 ميلادي، وتربعت على عرش الإمبراطورية الرومانية مع زوجها سبطيميوس سيفيروس يلي هو من أصل ليبي، وتزوجته سنة 187. وبفترة حكم جوليا دومنا وزوجها انصبغت روما بالصبغة الشرقية العربية، وطغت هي الصبغة لحتى انتشرت مقولة إنه نهر العاصي الحمصي بيصب بنهر التيبر الروماني للتعبير عن مدى التأثير الشرقي الكبير بحياة روما. هذا التأثير بلش من طريقة الحكم يلي كانت بتعتبر إنه الإمبراطورية ملك شخصي للإمبراطور، ووصل التدخل لحد إدخال الآلهة السورية لروما، وامتد للحياة الاجتماعية مثل انتشار الخصي بروما، وهو عادة سورية كانت موجودة بهذاك الوقت، حتى أنه والد زوجة كاراكيلا خصى عدد كبير من أشراف روما على الطريقة الشرقية، وامتد النفوذ السوري للسياسة، ووصلوا كتير من السوريين للمناصب الهامة بروما، ابتداء من مجلس الشيوخ لمجلس الحكام للوزراء ومناصب بالجيش، وكمان بالمجلس الاستشاري يلي أسسته جوليا دومنا ليساعد الإمبراطور. مو بس هيك، واهتمت جوليا دومنا بالفلسفة والأدب، واستدعت العلماء والفلاسفة والأدباء من المناطق الشرقية، وكان أسرى ملتقى العلماء والشعراء والفلاسفة، وكانت تنظم بنفسها حلقات العمل والمناقشة وتشرف على المناظرات والمحاضرات، وضم أسرى كل المشاهير من كل فن وعلم. وسعت الأميرة جوليا دومنا مع زوج الإمبراطور سيفيروس لأحلال السلام والأمن واسترجاع الولايات يلي خرجت عن حكم روما. جابت جوليا دومنا من زوج الإمبراطور سيفيروس ولدين، هنن كاراكيلا وجيتا، يلي شاركوا أبوهم بالحكم، بس الغيرة بيناتهم دفعت كاراكيلا لقتل أخوه جيتا بعد موت أبوه. وخلال حكم كاراكيلا للإمبراطورية الرومانية كانت جوليا دومنا تتدخل بالحكم بشكل مباشر لتحد من تصرفات ابن الطايشة وتساعده بأنه يأخذ القرارات الصحيحة. وبعد ما انقتل كاراكيلا واستولى على الحكم، ماكرينوس قائد الحرس الإمبراطوري نفى جوليا دومنا لأنطاكيا، بس بعد ما مات زوجها وولادها الاثنين وفقدت مركزها قررت أنها تنهي حياتها، وامتنعت عن الأكل والشرب لحد ما ماتت واندفنت بأنطاكيا. وبعد وفاتها نقلوا رفاتها لروما ودفنوها هونيك بجنب كايوس ويوليوس قيصر. بعدها اجى دور اختها الكبيرة الأميرة الحمصية الثانية يلي حكمت روما، جوليا ميسا، يلي رجعت لحمص وجهزت جيش كبير وقادته بالهجوم على ماكرينوس، وقدرت تهزمه وتستولي على حكم الإمبراطورية الرومانية عن جديد، وسلمته لحفيدة إلى جبلوس يلي كان عمره 14 سنة بس سنة 218 ميلادي. بس من وراء العرش كانت هي وبنتها جوليا سوميا عم يديروا شؤون الإمبراطورية، ورغم تحذيرات جوليا ميسا لحفيدة، بس الإمبراطور إلى جبلوس أصر على اتباع الطريقة السورية بالعقائد والشعائر الدينية، وقلدوا بهالطريقة أهم رجال الدولة، فشافوا بعض القادة الرومان بهذا الشيء التحول عقائدي، مشان هيك تآمروا على الإمبراطور وقتلوه هو وأمه جوليا سوميا. بعد هيك استلم الحكم الإمبراطور اسكندر سيفيروس حفيد جوليا ميسا الثاني وابن جوليا ماميا يلي هيئت ابنه ليكون الإمبراطور، وفعلا صار هذا الشيء، وحكم لمدة 13 سنة. كانت أمه جوليا ماميا وسته جوليا ميسا عم يقدموا له خبرتهم بالحكم من وراء العرش، وبسبب ميل اسكندر سيفيروس للديمقراطية ومبدأ الشورى ما كان حكمه مرضي لكثير من الفئات بالوقت يلي كانت البلاد عايشة فيه على مبدأ المنح والميزات، مشان هيك قتلوا الرومان كمان سنة 235 ميلادي هو وأمه جوليا ماميا.
وبمقتلهم انتهت فترة حكم أبناء السوريات للإمبراطورية الرومانية، ويلي امتدت حوالي 25 سنة انصبغت فيها روما بالصبغة الشرقية السورية.